السادسة صباحا الرابعة بتوقيت جرينتش، موجز إخباري يأتيكم من القاهرة، أهلا بكم. أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا بالرئيس الفلسطيني محمود عباس، هنأه خلاله على تشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة، متمنيا لها التوفيق في تحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق. وقال المستشار أحمد فهمي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس السيسي أكد حرص مصر الدائم على مواصلة تقديم كافة أوجه الدعم للشعب والقيادة الفلسطينية. كما تناول الاتصال مستجدات الأوضاع في قطاع غزة وتطورات الجهود التي تقوم بها مصر بهدف التوصل للوقف الفوري والمستدام لإطلاق النار وزيادة تدفق المساعدات الإغاثية لجميع أنحاء القطاع. وأكد الرئيسان كذلك مواصلة العمل من أجل التسوية العادلة للقضية الفلسطينية وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 4 يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة الانتهاء من الخطوات التشريعية المطلوبة لتسهيل مشاركة القطاع الخاص في المنظومة الصحية بما يعزز من إمكاناتها الحالية ويرفع قدرتها الاستيعابية وجودة وكفاءة الخدمات الصحية بشكل عام. وخلال اجتماعه مع رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل ووزير الصحة والسكان، وجه الرئيس السيسي بالاستمرار في تقديم الدعم الصحي للأشقاء في قطاع غزة لتخفيف حدة الأزمة الإنسانية والصحية التي يعاني منها أهالي القطاع. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار دكتور أحمد فهمي أن الرئيس السيسي تابع خلال الاجتماع جهود الحكومة لدعم مشاركة القطاع الخاص في الاستثمار في القطاع الصحي وزيادة التدفقات الاستثمارية في مجال الصحة. كما اطلع الرئيس السيسي على معدلات الإنجاز الخاصة بعدد من المشروعات القومية في قطاع الصحة. أعلن الاتحاد العام لمنتجي الدواجن عن مبادرة تخفيض الأسعار بنسبة من 10 إلى 15% ليكون سعر كيلو الفراخ الحية في المزرعة 85 جنيها وسعر كرتونة بيض المائدة 140 جنيها للمنافذ والجملة. وأضاف أنه سيتم بدء العمل بهذه الأسعار خلال هذا الأسبوع اعتبارا من يوم الثلاثاء على أن تراجع نسب التخفيض في خلال الفترة القادمة، مشيرا إلى أن المبادرة تأتي استجابة لتوجيهات القيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء بتخفيض الأسعار نتيجة ما قدمته الدولة من تيسيرات لتخفيف العبء عن المستهلكين. فقد تم عقد اجتماع برئاسة وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وبحضور ممثلي الشركات والجهات المعنية. بحث وزير الخارجية سامح شكري مع وزير خارجية إيران حسين أمير عبد اللهيان مسار العلاقات المصرية الإيرانية في أعقاب اللقاء الذي تم بين الوزيرين في مدينة جنيف السويسرية. وأشار المتحدث باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد إلى أن الاتصال تناول التطورات الخاصة بأزمة غزة في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية وتدهور الأوضاع الإنسانية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في القطاع، حيث تم التوافق على الأولوية القصوى لوقف إطلاق النار وإنهاء الحرب الدائرة في قطاع غزة. كما أكد الوزيران على رفض كافة السيناريوهات التي تستهدف تهجير الفلسطينيين خارج قطاع غزة ورفض ومعارضة أي عمليات عسكرية برية في مدينة رفح الفلسطينية. كما توافق الجانبان على ضرورة ضمان نفاذ المساعدات الإنسانية بشكل كامل ومستمر إلى قطاع غزة وإزالة إسرائيل للعقبات التي تحول دون ذلك والالتزام بقرارات مجلس الأمن ذات الشأن. وأعرب وزير الخارجية خلال الاتصال عن قلق مصر البالغ من اتساع رقعة الصراع في المنطقة، لا سيما في منطقة جنوب البحر الأحمر وتأثيراتها الخطيرة على حركة الملاحة وتدفق التجارة الدولية في هذا الشريان الدولي المهم. حذرت منظمة اليونيسيف من أن أطفال قطاع غزة ما زالوا يتعرضون لأهوال الحرب والجوع. وقال المتحدث باسم المنظمة جيمس إلدر إن وقف إطلاق النار لم ينفذ حتى الآن. نهاية الموجز، والمزيد من الأخبار يمكنكم دوما تحميل تطبيق أكسترا نيوز من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي أو من خلال QR كود الظاهر على الشاشة. نشكركم على طيب المتابعة ولكم تحياتي عمرو شهاب.